حي. ورح ننتقل لمساحتنا الطبية فرح. المساحة الطبية اليوم يا رشا عم تحكي عن موضوع صار شائع بشكل كتير كبير، عم نسمع عنه كتير بالفترة الأخيرة، هو تأخر الحمل بعد الزواج. ما بنعرف شو هي المدة المسموحة لحتى نقول هون تأخرنا. بعض النساء يمكن أول 6 شهور بيراجعوا طبيب إنه أنا ليش ما صار عندي حمل. هاي الشغلة عم نشوفها كتير. البعض الآخر يمكن بضل سنوات لحتى يصير عنده الحمل، وبيكون يمكن استنفذ كل الطرق المتاحة لإمكانية الحمل. طبعا نسبة كبيرة ما قليلة، إذا بدنا نقول 1/8 من 1 من كل 8 أشخاص عم نقول اليوم، هي نسبة ممكن ما بنستهين فيها لتأخر الحمل. طبعا شو هي الأسباب وإمتى بنقول اليوم تأخر الحمل؟ رح نحكي عن هذا الموضوع بتفصيل مع الدكتورة سلوى شعبان الأختصاصية بأمراض النسائية. يسعد صباحك دكتورة. صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير واهلا وسهلا بحضرتك. اليوم هذا الموضوع جدا حساس، وخاصه لكل الصبايا اللي بتزوجوا، فحتى اليوم المجتمع بيكون له دور بهي النقطه، انه 2 3 شهور انه ما صار حمل شوفي دكتور. بجوز الحاله بتكون بوقتها طبيعيه. امتى اليوم الصبيه يعني طبيا مفروض تروح يعني لزياره الطبيب؟ هلا الحقيقه في ناس بتستعجل بالروح عند الطبيب، يعني اذا نحن عندنا ناس طبيعيين يعني ما عندهم مشاكل او سوابق مرضيه او مشكله، المفروض انه يتاخروا شوي بزياره الطبيب لحتى تمر 6 شهور الاولى. ليش؟ انه لانه يعني الحقيقه فكره يعني فرصه حدوث الحمل من محاوله واحده او من شهر واحد هي 25% فقط. يعني في كثير ازواج طبيعيين ما بيصير حمل لبعد 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. فنحن ما بنستعجل. ليش؟ يعني انه بناخذ وقتنا، وبعد 6 شهور الاولى اذا ما تم الامر ممكن انه نزور الطبيب، نبدا باستقصاءات معينة، يعني هو شوفه مناسبة بيعمله، ممكن يبدأ بشغلات بسيطة. نعم دكتورة، اليوم عم يتم الزواج يمكن بفترة متأخرة عند الصبية أو حتى عند الرجل، فاليوم نشوف الصبية يمكن فوق 35 عم تتزوج، فهون هي بحاجة إنها تجيب طفل بشكل سريع، يعني هون بتم مراجعة الطبيب. هل العمر برأيك دكتورة اليوم هو يمكن سبب من أسباب تأخر الحمل؟ نسمع كتير من اللي حوالينا أنه مو مثل أيام زمان، شو اللي اختلف عن أيام زمان؟ وهل هذا الشيء صح؟ أكيد. هلأ تأخر عمر الإنجاب يعني هلأ هو تعريف العقم، كلمة عقم شو معناها؟ مرور سنة كاملة مع علاقة زوجية منتظمة وما صار حمل. أما إذا كانت الست عمرها فوق 35 نحن ما بننطر أكثر من 6 شهور. إذا ترى تأخر عمر الزواج بيأثر على موضوع الإنجاب؟ أكيد. هلأ الأنثى النساء تخلق مع عدد محدود من البيوض. يعني نوعية البيوض بتكون أفضل. يعني أنا عندي ممكن لاقي إباضة مثلا عند واحدة صبية عمرها 38 سنة، بس تكون جودة البيوض أو نوعيتها أقل كفاءة، فبتلاقي فعلا نسبة الحمل أقل. نحن يعني بعد 35 بتصير أقل كفاءة، فيعني نوعية جودة البيوض لصبية عمرها 20 أحسن من 30 وأكيد أحسن من 40. طيب دكتورة ذكرتي يعني حكينا بهذه النقطة أنه ممكن ببعض الأحيان يكون تأخر العمر واحد من أسباب كتير اليوم عم يخلي الحمل عند الصبية متأخر أو ممكن يوصل لمرحلة العقم. إذا بدنا نشرح أكثر عن الأسباب اليوم، شو أهم الأسباب اللي بيأخر الحمل عند الصبية؟ تمام. هلا نحن حكينا انه اذا تاخر الانجاب المفروض نراجع الطبيب. طب هذا الطبيب شو بده يشوف؟ هلا اسباب الانجاب يعني اكيد جزء من الموضوع هو الزوج، فنحن رقم واحد بندرس الزوج وبنعمل له تحليل وهيك. اثنين موضوع هي عند السيده موضوع الاباضه، هلا في صبايا عندهم نقص اباضه لسبب ما فبيندرس هذا الموضوع. ثلاثه البوقين، الانابيب ممكن تكون مسكره معنا شغاله فيها مشكله، الرحم بحد ذاته اذا في تشوهات، الياف ممكن تاخر الانجاب، عنق الرحم احيانا له سبب او بيتدخل بالقصه، واحيانا عامل بريتواني، في قصص ثانيه جانبيه ممكن تتشخص بتنظير البطن مثل في شيء اسمه الاندومتريوز بتعمل هيك شيء. هلا بضل بعد كل دراسه اسباب العقم انه عندنا 10-15% غير مستقبل. في ناس مثلا بتلاقي ما عندهم شيء، بتلاقي تحاليل كثير طبيعيه ما في شيء، وفعلا ما يعني ما في سبب واضح للامر، فبتصنفوا تحت مجموعه العقم غير المفسر او الماء له سبب. يعني هلا نحن اذا عرفنا اليه حدوث الالقاح بنعرف الاسباب. هلا هي بالالقاح بتطلع البيضه من المبيض، بتدخل على البوق، بيطلعوا النطاف عبر عنق الرحم وصولا للبوق، بصير الالقاح بالبوق، بعدين بتنتقل البيضه الملقحه لجوف الرحم وبيحدث التعشيش.
أي خلل بهالآلية ممكن يسبب تأخر إنجاب أو عقم مثل ما ذكرنا بهدول التفاصيل. نعم دكتورة، كثير بنسمع انه العامل النفسي ممكن يكون سبب من اسباب تاخر الحمل، ما بنعرف هذا الشيء قد ايه ممكن يكون صحيح، لكن كثير بنسمع انه عدد من الاطباء مثلا راحت لعندهم سيده عم تشرح لهم انه هي حزينه انه ما صار عندها حمل، وهو حق من حقوقها انه تكون وتتمتع بحاله الامومه، فبيقول لها شيل الموضوع من بالك ممكن يصير حمل، هي كثير بنسمع هي الجمله، شو مدى صحتها؟ تماما. الحقيقة الاطمئنان من ناحية الحمل بيرفع نسبة حدوث الحمل 40%، يعني نسبة لا يستهان فيها. وكثير هاي الحكي بنقوله للصبايا، ليش هلا عم نقول انه لا تلحي بطلب الحمل، انتظري الفترة الأولى يعني 6 شهور الأولى ولا تفكري فيه، فعلا بيجي لحاله يعني. أما الإلحاح بطلب الحمل والحالة النفسية الضاغطة ممكن تأثر جدا، تأثر على الإباضة، تأثر على نسبة حدوث الحمل. إيه وبتختلف القصص من صبية لصبية، يعني في ناس حساسة أكتر، في ناس بتأثر عليها على هرمونات، على الحالة النفسية كتير. فأكيد الحالة النفسية هرمونات تتأثر بكل شيء، هرمونات ونفسية. قد ايه اليوم المجتمع أكيد والناس اللي حوالين هي الصبية كمان بشكل ضغط بهذا الموضوع. ذكرتي بعض النقاط ممكن تكون أسباب بتأخر الحمل، نسمع كتير بموضوع أكياس المي على المبيدين، هل أنهم كمان عم يكونوا عوامل؟ وأحيانا نسمع أنه الصبية عندها جرثومة بقلب الرحم عم تقتل النطفة، قد ايه يعني طبيا ممكن يكون هذا الحديث له أسباب كتير مهمة؟ هلأ نحن ذكرنا من أسباب تأخر الإنجاب الإباضة أو المبيض. هلأ المبيض عديد الكيسات، أو يعني طبعاً مو كيسة المبيض البسيطة، المبيض عديد الكيسات. شو يعني مبيض عديد الكيسات؟ يعني المبيض بيكون ضخم عليه كيسات صغار، قشرته سميكة، ما بيسمح بحدوث الإباضة، بالتالي هي نقص إباضة. طبعاً هو المبيض عديد الكيسات في كذا شغلة مو غيرها، يعني بيكون عندهم مقاومة أنسولين، عندهم شيء تاني بدانة شعراني، عندهم قصص تانية، بس عندهم نقص إباضة. نعم فالحل له حلول يعني أكيد الأمر، لكن المبيض عديد الكيسات أحد أسباب تأخر الإنجاب أكيد بالعامل المبيضي يعني. جرثومة بالرحم الحقيقة هي يعني ما في شيء، ما في شيء يعني هيك يعني تماما مثبت، لكن ممكن نحن من تجربتنا العملية يعني الالتهابات النسائية بشكل عام علاجها ممكن يساعد على حدوث الحمل اكيد يعني. اذا انا عندي طبعا الالتهابات تنقسم لانواع، يعني في التهابات بسيطه وفي التهابات صاعده. طبعا الالتهاب الصاعد لجوف الرحم للابواق اكيد ممكن ياثر على الانجاب، بس اليته بتجي بقى لانه بياثر على البوق، بيسكر الابواق، بياثر على جوف الرحم وقابليه التعشيش اكثر من انه جرثومه يعني عم تمنع الحمل. هيك بالضبط يعني انه نتائج الالتهاب الصاعد ممكن تعيق الحمل لاحقا بسبب الالتصاق، بسبب انسداد الابواق، بسبب هيك. لكن علاج الانتان اكيد هو جزء روتيني من بعياده اي طبيب فايت عنده مريضه كرمال الحمل. كثير بنسمع كمان دكتور انه تربيه الحيوانات ممكن تكون هي سبب من اسباب العقم، هذا الشيء صح او لا؟ وشو هي ممكن الامور الاحتياطيه اللي ممكن يستخدمها الشخص في حال كان هذا السبب صح وحابب يحمي حاله من اي مشكله عقم؟ هلا تربية الحيوانات ما بتندرج تحت سبب من اسباب العقم اكيد. تربية الحيوانات الا اذا الواحد بفكر بالالتهابات اللي بتنتقل منها. هلا نحكي عن قصص الاسقاط، يعني الناس اللي بتحبل وبتنزل، يعني الاسقاط المتكرر او الاسقاط ممكن احد هدول العوامل يجي من الحيوانات. لكن هل يعني خلينا نقول هذا الشيء لانه كثير شائعه هي فعلا تربيه الحيوان بتمنع الانجاب؟ اكيد لا، خصوصا القطط انه قال بينقلوا جراثيم. ايه هلا هن شو العصافير هذا من الشائع يعني. هلا القطط بيحكوا عن جرثومه القطه او جرثومه التوكسوبلاسموزيس. هلا هي بتعمل اسقاط مره واحده اذا اصابت السيده اول مره بحياتها وهي حامل يعني بتكتسب مناعه دائمه، فما بتعمل لها اسقاط متكرر. لكن هل هي بتمنع حمل؟ اكيد لا، ما بتمنع الحمل، لكن اذا اصابت سيدي حامل ممكن تعمل لها اجهاض او تشوهات اذا استمرت. للاسف دكتوره كثير في اقوال شائعه يعني رشا عم بنشوف، سواء من كلي ماكولات معينه بتجيب الصبي، كلي ماكولات معينه بصير معك حمل سريع، فنحن دائما بنلجا لاصحاب الخبره لحتى ناخذ منهم الجواب الشافي. وهلا بنقول انه خلص تربيه الحيوانات كل شيء. دكتوره بنصائح اخيره اليوم لكل صبي اليوم عم بتشوفنا وخلينا نقول عروس جديده او مقبله على زواج، شو اهم النصائح اليوم؟ لا تزوج.
هلا اهم شيء انه مثل ما حكينا تكون ما تتوتر نفسيا وتفكر بالحمل من الشهر الاول يعني شوي شوي، ولما يعني بيمرق وقت معين تطلب المشوره الطبيه اكيد بتساعدها. وهلا حضرتك ذكرتي موضوع الغذاء، فعلا الغذاء الصحي يعني نحن يمكن مشكلتنا بهالزمن الغذاء المو صحي المو متوازن اللي عم يعملنا مشاكل هرمونيه مثل البلوغ المبكر وغيره، فنحن بنحاول نتجه للاكل الصحي يعني الغذاء الصحي المتوازن الطبيعي اكثر البعيد عن الصنعي المواد الحافظه المهرمان، يعني قدر الامكان ممكن يكون افضل. والطلب المشوره عند اللزوم اكيد يعني ان شاء الله بعدين مع الزمن، والعلاج معظم الناس بتوصل لحل مرضي ان شاء الله. ان شاء الله, إن شاء الله. اكيد شكرا كثير لك دكتوره، اكيد الصحه والسلامه للجميع. ويا رب يعني ولا صبية تنحرم من شعور الامومه يعني أكيد. ان شاء الله شكراً, شكراً لك دكتورة ولكل المعلومات اللي ذكرتيها، وأكيد بالصحة لجميع الصبايا.